المشي بطرقات، بذر الأرصفة، عدم استعمال ممرات الراجلين والمجازفة بقطع الطرق السريعة هي بعض السلوكيات غير الحضارية للمواطنين لا يبالون بقواعد السلامة المرورية ولو على حساب حياتهم. هذه الظاهرة تاع لي باسكار انا نشوفوها بارتو. المشكلة شكون اللي راه يدوموندي على لي باسكار؟ الشعب راه يدوموندي على الباسكار. ابري كوا؟ على شوف الحواد الخامس رو ديمونداو على الباسكار. لي ميم جون هادو اللي راهم يدوموندي على الباسكار كنت تشوفيهم هما ما يقطعوش. لا رانا هنا اقرب كما قال لك نهضروا كوميسيون زي كوز. بليزيور فوا نشوفوا يعني الناس في مقتبل العمر يعني ماهوش كبار. يقولي لي كبير ما ينجمش يطلع راني مع معدود باسكو كبير الدروج شويه لي ان بو سبيسيال ليه الدروج بصح دي جون انا نشوفوهم يقطعوا ولا يبال مثلهم المظلوم مهما كان راسه كيما هاك وما نقطعش لماذا علاه الله يهدينا الشعب ما تنوموش كامل السريسي هذه هي تلقى مرا كبيره مسريسي ولا الشعب مسريسي لا ما فيهاش بلاصير تلقى من مخرود وصاي ويقطع مسريسي. غياب ثقافة استعمال الممرات العلوية وإن كانت على مقربة منهم أضحت النقطة السوداء بالباهية وهران، فالعديد من الراجلين يفضلون عبور الطريق السريع عشوائيا معرضين حياتهم وحياة سائقي السيارات للخطر. ماشي الثقافة تاع باش نقطعوا الباسغيل، بالعكس كنا فرحانين كي دارونا باسغيل، مي ولينا نركبوا فيه نطلعوا بلوتو فيه نخافوا لي زاغريسيون، نخافوا كانوا كاينين بزاف كانوا بزاف بزاف بنات نروحوا زعما رايحين لا سيتي في الطريق يدوا لك كاع صوالحك وما كاش مين ذاك ما يكونش كاين زعما البوس نروحوا نمشوا تخافي نروحوا في التران نكون مقلقي باه نروحوا فيه سمع تحوسي تقطعي باه توصلي وصاي زعما واو يا ان شاء الله كي كون جا كاين بالك بيوس منا يفوت هاك علينا بالخف يدينا بصح مين سما سيبينا نقاطعوا دي فوا نطلعوا فيه هي اذا تصرفات متهوره للراجلين ليسوا بضحايا في كل الحالات فهم اطراف في السلامه المروريه ويتحملون مسؤوليه الحوادث الناجمه عن مخالفته من قانون السير والمرور.